وسلطات قضائية وأمنية ومؤسسات وطنية وعمومية. احنا عبئنا الذكاء الجماعي أكثر من الماضي، عملنا جلسات الإنصات مع عدة متدخلين، عملنا زيارات ميدانية، مشينا شفنا داك المراكز الاجتماعية اللي تيكونوا فيها داك المتسولين، لا في التمارة لا في تيت مليل، عملنا عن طريقة تاع المنصة وشاركوا واحد طلقنا واحد نقاش مع المواطنين، كانوا أكثر من 64 ألف نتاع المواطنين اللي تفاعلوا مع هذا الموضوع هذا، يعني بان كان اهتمام كبير جدا. بعد في الاول قلنا علاش احنا اهتمنا بهذه الظاهره دي. اولا حيت الظاهره اللي ولات منتشره صناعة في القضيه، ثانيا هذوك المتسولين عندهم حقوق بحالنا كاملين وحقوق اساسيه خاصها تضمن لهم، خصوصا داك الاطفال ولا المسنين ولا النساء اللي تيستغلوهم داك الشبكات. ثالثا خص يكون لابد ضمان امن والنظام العمومي. ثالثا حقيقه خص كاين واحد الطموح تفاد عندنا لبناء واحد الدوله الاجتماعيه، هاد الظاهره ما تتماشاش مع هاد الطموح هذا. واخيرا الصوره المغرب، حنا تعرفوا بان كاين واحد التظاهرات جايه خص لابد تكون صوره المغرب قويه جدا. فمشينا للواقع الحال، شفنا شنو جبرنا بان ملي تنشوفوا الارقام مع الاسف الارقام ما محيناش، ولكن جبرنا بعض الاشارات. اكثر في 2021 2022 3 مليون مغاربه اضافيين اللي تزادوا اما في حاله فقر ولا في حاله هشاشه. زيد على هادو واحد العوامل اخرى اللي تتقوي هذا الاتجاه للتسول، مثلا تنجبروا بان داك التضامن العائلي انخفض، تنجبروا بان عدد نتاع الطلاق كثر، دونك النساء اللي ما عندهمش واحد دخل اخر يمكن تمشي لهذا التسول، تنجبروا بان القطاع نتاع المدرسه كثر، دونك حتى داك الدراري تيمشيو للتسول. ف ملي تنشوفوا هذا الشيء شفنا ايضا واش كاين برامج، جبرنا كاين برامج، حق الدوله قايله عندها برامج اجتماعيه كثيره، برامج نتاع التماسك نتاع التكفل الاجتماعي العائلي، كاين داك المراكز الاجتماعيه اللي هضرت عليهم نتاع الاطفال، كاين اموال اللي تتصرف، ولكن الاثار مع الاسف ماشي كافي. فلهذا حنا جينا قلنا خصنا يكون واحد التوصيات اللي يمكن لها تحد من هاد الظاهره هذه. اول حاجه هو تشديد العقوبات على داك الشبكات اللي تيستغلوا الاطفال ولا النساء ولا الناس اللي في حاله اعاقه ولا المسنين، داكوغ، باش تيتاجروا في التسول هذه. هذا خص تشديد العقوبات القضائيه. ثانيا قلنا بان خص يكون اعاده ادماج نتاع المتسولين،